وقع العيد يوم الجمعة، هل نصلي صلاة جمعة ونخطب أم نصليها ظهرا؟ جزاكم الله خيرا. نصلينا صلاة العيد لأن صلاة العيد شعار من شعائر الإسلام الظاهرة، نصلينا صلاة العيد. وكذلك على الإمام أن يحضر لصلاة الجمعة، فإن حضر معه عدد تنعقد بهم الجمعة صلى به الجمعة، فالجمعة لا تسقط عن الإمام بل عليه أن يحضر. أما المأمومون فقد ذكر العلماء أن من صلى العيد لم يجب عليه حضور الجمعة، لكن يستحب له ذلك. ومن لم يحضر لصلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا، يصلي أربع ركعات ظهرا، لأنه لا بد من الصلاة إما جمعة وإما ظهر من أجل فرض الوقت. جزاكم الله خيرا.